بسم الله الرحمن الرحيم. السادة أعضاء مجلس النواب، الأخوة رئيس وأعضاء الاتحاد العراقي لكرة القدم، والأخوة رئيس المكتب التنفيذي وأعضاء المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية، وأبطالنا لاعبي المنتخب ملاك التدريبي والإداري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبارك لنا جميعا هذا الفوز وهذا النصر الكبير، نصر للعراق دولة وشعب، وهذا تحقق بفضل جهودكم اللي أثبتوا فيها أنكم أهل للمسؤولية. هذا انتصار كبير للعراق، وتأكيد على الانتصارات التي تتحقق في كل المجالات ولله الحمد، مثلما انتصرنا على الإرهاب واليوم ننتصر في البناء والخدمات والاقتصاد والعلاقات الخارجية، مثلما ننتصر في تحقيق هذا الاستقرار في بلدنا الحبيب يأتي انتصارنا في مجال الرياضة. تمكنتم كما تمكنت المنتخبات العراقية في الآونة الأخيرة من توحيد وجمع كل العراقيين، الكل وقف يشجع ويدافع عن المنتخب وعن هذه المسيرة اللي امتدت طيلة أشهر. احنا سبق وأن اجتمعنا وهنلاكم بالفوز بغرب آسيا في بغداد، وكنا نتحدث عن الاستعدادات لهذه البطولة، والحمد لله مع هذا الصبر والإصرار والتحدي والجهد توصلنا إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى أولمبياد باريس للمرة السادسة. هذا منجز كبير يؤكد أن كرة القدم العراقية عادت وبقوة، ونتحدث عن إنجازات ما نتحدث عن فراغ. وهنا لابد أن أثمن الدور الكبير لرئيس وأعضاء الاتحاد على نجاحهم في إدارة هذا المشهد الرياضي لكرة القدم طيلة الفترة الماضية. اليوم أخواني الأعزاء أبنائنا، أنتم ما تمثلون يعني اللاعب يمثل نفسه، أنت من تنزل للمستطيل الأخضر تمثل العراق كله، مثل ما الرئيس الوزراء أو الوزير أو النائب يطلع في خارج العراق في مسؤولية أو حدث رسمي يمثل العراق، أنت تمثل العراق في المستطيل الأخضر، والكل كل أبناء الشعب العراقي هم يقفون خلف هذا التمثيل وهذا الحضور الذي نأمل أن يكون دائما حضور ناجح ومتألق يثبت علو كعب الرياضة العراقية وعودتها بقوة. حكومة نظرتها للرياضة مو نظرة ترفية أو كمالية أبدا، ذكرنا في أكثر من مناسبة أنه دعمنا بالتأكيد هو لا منا ولا فضل، هو واجب تجاه قطاع مهم. رياضة مو ممارسة هوايات اليوم، اليوم أصبحت مصلحة سياسية، مصلحة اقتصادية، اجتماعية، أمنية، جزء من كيان الدولة ووجودها. فحكومتكم أخوانكم في مجلس النواب أيضا ينظرون للرياضة من هذا المعيار، ومن أجل هذا احنا مستعدين معاكم إلى أبعد مدى في الدعم، هذا واجبنا. طموحنا أكبر أنه نشوف كل الرياضات، أنواع الرياضة حاضرة، وبصراحة دائما الرياضيين يقول شو أكو تركيز على كرة القدم. أكيد هي كرة القدم الرياضة الشعبية الأولى، معروف في كل العالم، لكن قطعا الدعم موجه لكل أنواع الرياضة، وأتمنى تكون هناك خطة واضحة حتى ننطلق في دعمها وما راح نقصر فيها. أمامنا فترة قصيرة حتى ندخل الأولمبياد، ويراد برنامج مكثف وواضح، وإحنا مستعدين للدعم. ما أريد نحضر في باريس كرقم، لا أريد حضور، خصوصاً إحنا وصلنا يمكن نافسنا على الميدالية البرونزية في أثينا 2004، فعندنا فد مستوى لازم نتجاوزه، وصدقوني نقدر بوجود هذا الشباب.
عندنا لاعبين ما شاء الله مشاريع واعدة للاعبين كبار على مستوى المنتخب والمنطقة وآسيا. شفنا الرجولة والحرفية والإمكانية والإصرار. فإذا عندنا إمكانية، عندنا قدرة، إرادنا خطة، إرادنا أعداد حتى ننطلق إن شاء الله ونحقق الفوز. كل شعبكم ينتظر لهذه المشاركة. إحنا ما راح نمثل فقط العراق، راح نمثل آسيا، يعني البلد العربي الوحيد في آسيا. الآن المسؤولية كبيرة وإن شاء الله أنتم قدها. وأكد دعم أخوانكم أخواتكم في مجلس الوزراء، وأيضا أتحدث نيابة عن اللجنة النيابية والأخوة السيدات السادة أعضاء مجلس النواب، دعم مطلق لكل الرياضة العراقية وخصوصا منتخباتنا ومنتخبنا الأولمبي في استحقاق القادم إن شاء الله في باريس. استنادا للقانون مكافأة المنتخب سوف تكون قطعة أرض سكنية ومنحة شهرية ثابتة 400,000، وأيضا من مجلس الوزراء مكافأة مالية 10 مليون دينار لكل أعضاء الفريق. هذا شيء بسيط، احنا قلنا عليكم البطولات والإنجازات وعلينا الدعم، وإحنا مستمرين بالدعم. الله يبارك فيكم وإن شاء الله نلتقيكم وأنتم ترجعون من باريس نحقق نتيجة طيبة تليق بتاريخكم وإمكانياتكم. أشكر كل الجهود التي بذلت، الكادر التدريبي اللي كان بمستوى المسؤولية، اللاعبين الأبطال، الإدارة، الاتحاد، الأولمبية أيضا، الأخوة جميعا، السيد وزير الشباب، المستشارين، كنا فريق واحد نعمل سوية من أجل الوصول إلى هذه اللحظة اللي نحقق فيها الفوز ونرسم البسمة والفرحة بين وجوه أبناء شعبنا. كل التقدير واحترامكم.